الرئيس السيسي يطلع على أداء القطاع المصرفي والسياسات النقدية للدولة ويوجه مواصلة العمل على توفير مستلزمات الإنتاج. العدوان في شمال الضفة الغربية يتواصل في يومه الثاني بمداهمات واستهدافات واسعة، والصين تحث إسرائيل على عدم التصعيد وضبط النفس. بعد ظهور إصابات مؤكدة، الصحة العالمية تتحدث عن تعهدات إسرائيلية بهدن إنسانية مختلفة في قطاع غزة للتطعيم ضد شلل الأطفال. 9 مساء بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، فمرحبا بكم. استقبل سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي محافظ البنك المركزي حسن عبد الله للاطلاع على مؤشرات الوضع الاقتصادي المصري والعالمي، وكذلك جهود زيادة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية. وفي اجتماع منفصل استقبل الرئيس السيسي وفدا من الكونغرس الأمريكي، حيث أكد الرئيس السيسي على خطورة حالة التصعيد والتوتر التي تشهدها المنطقة، مشددا اعتزام مصر مواصلة جهودها بالتنسيق مع الشركاء بهدف وضع حد لهذه الحرب. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وفدا من عدد من لجان الكونغرس الأمريكي برئاسة السيدة السناتور جوني إيرنست، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج. وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير أحمد فهمي أن الوفد الأمريكي حرص خلال اللقاء على تأكيد الأهمية التي توليها مختلف المؤسسات والدوائر الأمريكية للعلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، والتي تمثل حجر الزاوية للاستقرار الإقليمي، منوهين في هذا السياق إلى الدور المصري الراسخ في حفظ الأمن ودعم جهود السلام في المنطقة، وكذا دور مصر الجوهري منذ اندلاع الأزمة بغزة، سواء على صعيد الجهود المشتركة للتهدئة أو الدور القيادي في تقديم وتنسيق وإيصال المساعدات الإنسانية. وموضحين أن زيارتهم الحالية للمنطقة تأتي في إطار دعم مسار التوصل لاتفاق لتبادل الرهائن والمحتجزين ووقف إطلاق النار وخفض التصعيد بالمنطقة. وفي هذا السياق شدد السيد الرئيس على خطورة حالة التصعيد والتوتر التي تشهدها المنطقة بسبب استمرار الحرب بقطاع غزة، مؤكدا اعتزام مصر مواصلة جهودها بالتنسيق مع الشركاء بهدف وضع حد لهذه الحرب التي تسببت في كارثة إنسانية بقطاع غزة، ومحذرا في هذا الصدد من الخطورة البالغة للتصعيد الإسرائيلي الحالي في الضفة الغربية الذي يزيد بشدة من مخاطر تعقيد الموقف الإقليمي، مشددا على ضرورة تضافر جهود المجتمع الدولي لوقف هذا التصعيد بالأراضي الفلسطينية والعمل على تنفيذ ما تم التوافق عليه دوليا ويحظى بشرعية كاملة بشأن حل الدولتين الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، وبما ينقل المنطقة إلى واقع جديد يسوده السلام والعدل والأمن بشكل مستدام، بدلا من الوضع الحالي الذي ينذر بالعنف والدمار وإهدار مقدرات الشعوب. وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تطرق كذلك إلى الأوضاع بالسودان، حيث أكد السيد الرئيس مواصلة مصر لجهودها المكثفة لوقف إطلاق النار وعودة الأمن والاستقرار والحفاظ على مقدرات الشعب السوداني ودعم جميع المسارات التي تؤدي للوصول لحل سياسي ينهي الأزمة بالسودان ويحفظ مقدرات شعبه الشقيق. كما تناولت المناقشات الأزمات المختلفة التي تعاني منها دول المنطقة، حيث أكد السيد الرئيس موقف مصر الثابت بدعم كيان الدولة الوطنية واحترام سيادة الدول وسلامتها الإقليمية وتماسك مؤسساتها الوطنية على النحو الذي يمكنها من القيام بدورها وملء الفراغ الذي يتسبب في انتشار الإرهاب. وقد أكد أعضاء وفد الكونغرس الأمريكي تقديرهم البالغ للمواقف المصرية،
مؤكدين مواصلة التشاور والعمل المشترك بين البلدين لتحقيق أهداف السلام والاستقرار والتنمية بالشرق الأوسط. كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع محافظ البنك المركزي السيد حسن عبد الله، حيث اطلع السيد الرئيس على مؤشرات الوضع الاقتصادي المصري والعالمي وأداء القطاع المصرفي والسياسات النقدية بالدولة والجهود الجارية لزيادة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية. ووجه السيد الرئيس في هذا الصدد بمواصلة العمل على توفير مستلزمات الإنتاج الضرورية للقطاعات ذات الأولوية وتهيئة الظروف الملائمة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص بما يحقق مستهدفات الدولة في التنمية الشاملة. أكد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي على تزايد أهمية الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، لا سيما مع تعدد الأزمات الإقليمية وفي مقدمتها الحرب في غزة. وخلال لقائه بوفد من الكونغرس الأمريكي، أشار عبد العاطي إلى أن مصر تعد بمثابة مركزا للاستقرار في خضم تلك الأزمات. وتطرق الاجتماع كذلك إلى عدد من الموضوعات والقضايا الإقليمية الأخرى وفي مقدمتها الحرب الجارية في غزة والأوضاع في السودان وليبيا وأمن البحر الأحمر، حيث أشار عبد العاطي إلى الجهود المصرية المستمرة لاحتواء تلك الأزمات وكذلك تداعياتها، بالإضافة إلى ما تتحمله مصر من أعباء ناجمة عن اندلاع تلك الأزمات في محيطها الإقليمي. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن صندوق النقد الدولي أشاد بالاقتصاد المصري، وأكد على أن الدولة المصرية نجحت في سياستها النقدية. خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، أوضح مدبولي أن الحكومة لا تدخل ولا تتدخل في سعر الصرف وتتركه طبقا لآليات العرض والطلب، وأوضح أن الحكومة تتحسب لسيناريوهات الأسوأ وتضع آليات للتعامل معها. إحنا ما بنتدخلش خالص في سعر الصرف، إحنا سايبينه طبقا لآليات العرض والطلب، والحمد لله يا رب، والحمد لله الرؤية موجودة وبتورينا تماما ان احنا الموضوع مستقر وفي الاطار مستقر. ويمكن حضراتكم بتتابعوا كان في اجتماع للمجموعة الوزارية الاقتصادية هذا الاسبوع، وبخلاف هذا الاجتماع احنا انا مع السيد المحافظ يمكن ما بنعلنش احيانا على بعض الاجتماعات او بنطلع عليها بيان صحفي، ولكن في الاسبوع الواحد مش اقل من مرتين ثلاثة. والأمور الحمد لله، أنا بحابب أن أنا أطمن المصريين، الأوضاع الحمد لله مستقرة، وإحنا زي ما بقول لحضراتكم بنضع لنفسنا، أنا عايز أقول مش عايز أقول اللفظ، ولكن السيناريوهات المتحفظة نتيجة للأوضاع الإقليمية، بنضع دايما إيه هي السيناريوهات الأسوأ وحنتعامل معها إزاي للثمان شهور والعشر شهور والسنة الجاية، عشان نبقى دايما محتاطين وعاملين حسابنا للظروف والعوامل وأي مفاجآت أو صدمات ممكن غير منظورة تحصل. فدي احنا بنضع هذه السيناريوهات ونضع كمان ليها خطط التحرك. وأكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الدولة المصرية تعمل على زيادة الإنتاج من المواد البترولية، وأوضح أن الحكومة أقرت حزمة من الحوافز لشركات البترول لزيادة معدلات الإنتاج لاستعادة المستويات التي كانت موجودة قبل الأزمة الاقتصادية. تابعت السيد وزير البترول عمل اجتماع مهم جدا هذا الأسبوع مع كل الشركات اللي شغالة في مصر، واتفق معهم على حزمة حوافز جديدة إضافية بتشجعهم على زيادة معدلات الإنتاج من الحقول والأراضي المصرية اللي موجودة. وهذه الحوافز هتبقى بتشجعهم على الإسراع بخطى الإنتاج وإن هم يزودوا الإنتاجية بتاعتهم، وإن احنا نقدر إن شاء الله مع بداية عام 2025 نستعيد معدلات الإنتاج اللي كانت موجودة قبل فترة وقبل الأزمة الاقتصادية اللي موجودة، لأن ده من شأنه أنه يقلل لي فاتورة الاستيراد على طول كل ما الحقول بتاعتي ترجع تزود الإنتاجية. ودي نقطة مهمة جدا، يعني بيتقال إيه؟ بيتقال أن الأراضي أو الحقول المصرية واضح أنها إنتاجها نضب أو قل، لا، هي المشكلة كلها أن عشان أضمن دايما استدامة معدلات الإنتاج محتاج كل شوية أضخ استثمارات.
فيما يتعلق بأسعار السلع ومعرض أهلا مدارس، قال مدبولي إنه وجه بوجود مقرات دائمة على مدار العام لمعارض أهلا رمضان وأهلا مدارس لتقديم خدمات بأسعار مخفضة للمواطنين. وأكد مدبولي حرص الحكومة على عقد أكثر من اجتماع لمتابعة الرقابة على الأسواق وأسعار السلع الاستراتيجية. فيما يخص السلع، ويمكن إحنا على طول بعمل اجتماع لجنة ضبط الأسعار وبتابع الأسعار، وإن شاء الله طبعاً هيبقى فيه معرض أهلاً للمدارس وموسم المدارس، وكل سنة وحضراتكم طيبين. ولكن الأهم، أنا وجهت معالي وزيرة التنمية المحلية مع معالي وزير التموين إن يبقى مقرات هذه المعارض تبقى مقرات دايمة، يعني يبقى هناك معارض دايمة على مدار السنة للمواطنين على مستوى المحافظات كلها، بتتغير عنوان المعرض، ولكن يبقى المقر موجود دائم، ويفضل هذا المعرض يقدم خدمات وسلع مخفضة للمواطنين إن شاء الله، عشان يبقى جزء من إتاحة منافذ ليهم بأسعار مخفضة في خلال الفترة اللي جاية بإذن الله. وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم على مشروع القرار المقدم من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة، والذين أتموا المدد البينية اللازمة للترقية إلى المستويات الوظيفية الأعلى، حيث نص مشروع القرار على أن يرقى اعتبارا من مطلع يوليو 2024 الموظفون الذين أتموا في مستوياتهم الوظيفية حتى 30 من يونيو 2024 مددا لا تقل عن المدد البينية المحددة إلى المستويات التي تعلوها، مع احتفاظهم بالأقدمية بالمستوى الوظيفي بعد الترقية، وبشرط ألا تتعدى ترقية الموظف مستوى وظيفيا واحدا. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أهمية الدور الحيوي الذي تلعبه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في عملية التحول الرقمي الجارية. جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس الوزراء بوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمرو طلعت لاستعراض أوجه التعاون المشتركة مع الوزارات المختلفة في مجال التحول الرقمي. وخلال الاجتماع تم الاتفاق على دراسة وضع تصور مفصل لرد الأعباء التصديرية للمحمول، بالإضافة إلى التعاون في عملية التحول الرقمي من خلال تفعيل إنشاء الشركات رقمياً والسماح بالشركات الافتراضية وإطلاق خدمات وزارة المالية على بوابة مصر الرقمية، وتسليم الهيئة العامة للخدمات الحكومية عملية التشغيل الفني لبوابة التعاقدات العامة. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على أهمية الاستثمار الأمثل لأموال الأوقاف، ذلك بما يسهم في تنميتها وتعظيم الاستفادة منها، مشيرا إلى أنه من الممكن استثمار أصول هيئة الأوقاف من خلال عقد شراكات تسهم في زيادة وتنمية تلك الأصول، مؤكدا أن هيئة الأوقاف مؤسسة اقتصادية. كذلك خلال اجتماع مدبولي مع وزير الأوقاف أسامة الأزهري، الذي أشار إلى أن دور الوزارة هو تقديم الدعم والتحفيز لهذه المؤسسة الاقتصادية، ومساعدة مجلس الإدارة على تحصيل أموال الهيئة والعمل على استثمارها بما يعود بالنفع، لافتا إلى أنه تم حصر عدد من الفرص الاستثمارية الواعدة، وذلك للبدء في استثمارها وتحقيق المزيد من العوائد. إن التاريخ سيتوقف طويلا أمام تلك الحرب، يسجل مأساة كبرى عنوانها الإمعان في القتل والانتقام، وحصار شعب كامل وتجويعه وترويعه. أؤكد مجددا أن مصر ستظل على موقفها الثابت فعلا وقولا برفض تصفية القضية الفلسطينية. واهم من يتصور أن الحلول الأمنية والعسكرية قادرة على تأمين المصالح أو تحقيق الأمن. أدان وزير الخارجية بدر عبد العاطي ونظيرته الأندونيسية ريتنو مرسودي الممارسات الإسرائيلية والانتهاكات الحالية في قطاع غزة والضفة الغربية، وكذلك الأعمال الاستفزازية المتمثلة في انتهاك المقدسات الدينية التي يقوم بها الجانب الإسرائيلي، وآخرها الإعلان عن النية في بناء معبد يهودي في الحرم الشريف.
وقد اتفق الوزيران خلال اتصال هاتفي بينهما على أهمية التنسيق في إطار أعمال اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، واستمرار العمل لوقف إطلاق النار بصورة عاجلة ووضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني. حثت الخارجية الصينية إسرائيل على عدم تصعيد الموقف في الضفة الغربية، ذلك على خلفية العدوان غير المسبوق الذي تشنه اليوم الثاني على شمال الضفة الغربية. أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيانا أن بكين تتابع عن كثب تطورات الوضع الراهن في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مبديا قلق بلاده إزاء تصعيد الموقف في الضفة الغربية. وأكد المتحدث باسم الخارجية الصينية أن بكين تعارض الأفعال التي تؤدي إلى تغذية التوترات وأنها تدين كافة الهجمات على المدنيين، مشددا على ضرورة أن تلتزم إسرائيل على وجه الخصوص بالهدوء والتحلي بضبط النفس والحيلولة دون تصاعد وتدهور الموقف. تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلية يوم الثاني عدوانها على محافظتي جنين وتل كرم، وهو الأوسع منذ اجتياح عام 2002 فيما انسحبت من طوباس. وبحسب مصادر طبية لوكالة وفا الفلسطينية، فقد أسفر العدوان على شمال الضفة الغربية حتى اللحظة عن استشهاد 17 فلسطينيا، بينهم 8 في جنين و5 في طول كرم و4 في طوباس، وإصابة أكثر من 30 آخرين، ما يرفع من حصيلة الشهداء منذ 7 أكتوبر الماضي إلى 669 شهيد بالضفة الغربية. هذا واعترفت قوات الاحتلال بإصابة جنديين بجروح خلال عملياتها العسكرية في شمال الضفة الغربية. لليوم الثاني على التوالي يتواصل عدوان الاحتلال الإسرائيلي على الضفة الغربية المحتلة. اقتحامات ومداهمات لأجزاء واسعة من شمال الضفة الغربية المحتلة، خصوصا في جنين وطول كرم وطوباس. اغتيالات وتصفية وقصف وقتل واعتقالات، تخريب وتدمير وصل إلى حد استخدام مقاتلات F-16 في العمليات العسكرية. وتحت غطاء من سلاح الجو الإسرائيلي، اقتحمت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي فجر اليوم مخيم العروب شمال الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة للمرة الثانية خلال ساعات، كما واصلت حصار مخيمات جنين ونور شمس في منطقة طول كرم. كما وسع الاحتلال عملياته العسكرية بمدينة طول كرم، حيث اقتحمت قواته مخيمها وداهمت منازل للفلسطينيين، ونفذ الجيش الإسرائيلي سلسلة اقتحامات طالت مدينة نابلس ومخيمي بلاطة وعسكر. وفي جنين تواصل قوات الاحتلال حصار المدينة واقتحام الحي الشرقي منها، كما دفعت بتعزيزات عسكرية إلى محيط مخيمها مع اندلاع مواجهات عنيفة وسماع دوي انفجارات بين حين وآخر. وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن قرابة 1000 جندي يشاركون في العملية العسكرية شمال الضفة الغربية المحتلة. وفي السياق، حذرت الأمم المتحدة من أن العملية العسكرية واسعة النطاق التي بدأتها إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة تهدد بشكل خطير بتفاقم الوضع الكارثي أصلاً في الأراضي الفلسطينية. أعلنت السلطات الصحية بغزة أن الاحتلال الإسرائيلي قد ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 68 شهيدا و77 مصابا خلال 24 ساعة ماضية فقط. أضافت السلطات الصحية في غزة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي الغاشم إلى 40602 شهيد و93855 مصاب منذ 7 أكتوبر الماضي، مشيرة إلى أنه لا زال عدد من الضحايا تحت الركام. وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم. مرت 28 يوما بعد اليوم 300، ولا تزال قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل عدوانها الوحشي على قطاع غزة. غارات وقصف واستهداف يطال كل شبر، وتضييق وتجويع وتشريد للسكان، واغتيال وتصفية في كل مكان، مع فشل للمجتمع الدولي في وضع حد لهذا العدوان. في قطاع غزة، أعلنت السلطات الصحية انتشال جثمان شهيد إسر غارة إسرائيلية على منزل في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.
وفيما أصيب اثنان في قصف استهدف منزلا لعائلة في المخيم ذاته. وفي وسط القطاع استشهد فلسطيني في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في دير البلح، كما استشهد فلسطيني ثان في غارة إسرائيلية على شارع جنوب دير البلح. ومن جانبها أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا عن مقتل 212 موظفا من موظف الأمم المتحدة منذ بدء العدوان في أكتوبر الماضي. وفي بيان أعلنت الأونروا أن مؤسسات الأمم المتحدة تعرضت لنحو 464 هجوما منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، على الرغم من وجود أكثر من 1.5 مليون نازح بداخلها، مما أدى إلى استشهاد أكثر من 563 فلسطينيا وإلى إصابة نحو 1790 بجروح. وأكدت الأونروا على وجود 600,000 طفل باتوا خارج المدارس بسبب العدوان الإسرائيلي، فضلاً عن الأوضاع الصحية والإنسانية في القطاع التي وصلت إلى حد الكارثية مع انتشار الأمراض والأوبئة المعدية بين النازحين الفلسطينيين. قال مسؤول كبير في منظمة الصحة العالمية إن المنظمة تلقت تعهداً مبدئياً من قوات الاحتلال الإسرائيلي على 3 هدن إنسانية مختلفة في قطاع غزة في 3 مناطق، كل منها لمدة 3 أيام للسماح بحملة للتطعيم ضد شلل الأطفال. هذا وتستعد الأمم المتحدة لتطعيم نحو 640 ألف طفل في قطاع غزة، وكان الاتحاد الأوروبي قد دعا في وقت سابق إلى بدء هدن إنسانية في غزة للسماح بانطلاق حملة ضد شلل الأطفال. وأكد الاتحاد الأوروبي أن غزة كانت خالية من شلل الأطفال لمدة 25 عاما، مشيرا إلى قلقه بعد رصد فيروس شلل الأطفال وتأكيد تسجيل أول حالة تصيب طفلا هناك مجددا في يوليو الماضي. أخبار نشرة التاسعة مشاهدين الكرام ما زالت تتواصل مع حضراتكم من على شاشة التلفزيون المصري وتتابعون فيها. قوات الحوثي تؤكد أن استعداداتها للرد على إسرائيل مستمرة وتتهم سلطات الاحتلال بتجاوز الخطوط الحمراء. شن حزب الله اللبناني هجمات على عدد من المواقع العسكرية لقوات الاحتلال في شمال إسرائيل، وأوضح الحزب أن قد استهدف عبر مسيرات انقضاضية مقرا لقيادة فرقة الجولان 210 وأماكن تموضع واستقرار ضباطها وجنودها، كما أعلنت عن استهداف انتشارين لجنود الاحتلال في محيط موقع زرعيت ومستوطنة كفر يوفال. هذا وأكدت قوات الحوثي أن الاستعدادات للرد على إسرائيل مستمرة وأن توقيتها سوف يفاجئ سلطات الاحتلال. أكدت قوات الحوثي أن الاحتلال تجاوز الخطوط الحمراء وانتهك كل الأعراف والقوانين، متهمة إياه بمحاولة رسم واقع جديد في فلسطين، ومتهمة الولايات المتحدة بمسؤوليتها كشريك للاحتلال في كل ما يحدث في الأراضي المحتلة. كما أكدت قوات الحوثي أنها ليست ملتزمة بأي سقف سياسي وليس لديها أي اعتبارات تحد من مستوى عملياتها المساندة إلى غزة. أكد قصر الإليزي أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرو ورئيس وزراء بريطانيا ستيرمر طالب كل الأطراف في الشرق الأوسط بتجنيب التصعيد، وأعرب ماكرون وستيرمر عن قلقهما البالغ من الوضع في الشرق الأوسط، بينما جددا الدعوة لهدنة وقف إطلاق النار في أسرع وقت ممكن. أعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان أن حكومة السودان تعاونت بشكل كبير مع الأمم المتحدة من أجل إيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين من الحرب من خلال المعابر التي فتحتها لتمرير مواد الإغاثة بما فيها معبر إدري على الحدود مع دولة تشاد. بحث البرهان خلال لقائه مع نائبه الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد تطورات الأوضاع في السودان والجهود التي تقوم بها الحكومة لفتح الممرات الآمنة لإيصال المساعدات الإنسانية للمواطنين، وأضاف أن السودان
يدعو الأمم المتحدة للضغط على الذين يعرقلون وصول هذه المساعدات. قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن رفع القيود المفروضة على استخدام الأسلحة بعيدة المدى والتي يوفرها الشركاء الدوليون لضرب الأهداف العسكرية داخل روسيا سيساعد أوكرانيا على إنهاء الحرب في أقرب وقت ممكن. وأكد الرئيس الأوكراني أن جميع الشركاء الدوليين يجب أن يكونوا أكثر نشاطا في مكافحة الأعمال العدائية الروسية، وقال لا ينبغي لهذه الأعمال أن تصبح أبدا نوعا من الوضع الطبيعي المزعوم الجديد في أوروبا. دعا وزير الخارجية الأوكراني ديمترو كوليفا الحلفاء الغربيين للإسراع بتسليم أنظمة الدفاع الجوي إلى بلاده. وقبيل لقائه بنظرائه من الاتحاد الأوروبي في بروكسل، دعا كوليفا إلى رفع القيود على ضرب العمق الروسية. ذكرت بعثة أوكرانية أن الهجوم الذي شنته روسيا بطائرات مسيرة وصواريخ قد أجبر أوكرانيا على فصل عدد من وحدات الطاقة النووية عن الشبكة. أكدت كييف أن مثل تلك الهجمات الروسية تشكل خطرا كبيرا على قطاع الطاقة النووية. مع بداية أغسطس الجاري اتخذت الحرب الروسية الأوكرانية منحا مختلفا تماما بعد قرار الرئيس الأوكراني زيلينسكي التوغل بشكل مباغت في الأراضي الروسية وبدء عملية عسكرية موسعة في الإقليم الروسي كورسك أدت للسيطرة على 100 بلدة وأسر عدد كبير من الجنود الروس، وذلك وفقا لتصريحات قائد الجيش الأوكراني الذي أوضح أنه تم أسر 594 عنصرا من القوات الروسية فيها. ويثير التواجد الأوكراني المكثف في كورسك مخاوف شديدة من وقوع كارثة نووية في المقاطعة، إذ تم رصد بقايا طائرة بدون طيار والعثور على شظايا مسيرة على بعد نحو 100 متر من منشأة لتخزين الوقود النووي المستهلك التابعة لمحطة كورسك النووية، وهو ما دعا مدير وكالة الطاقة الذرية رافائيل جروسي للتحذير من خطر وقوع كارثة نووية. ولم يتوقف التوغل الأوكراني عند كورسك، فقد شن نحو 500 جندي أوكراني هجوما عند نقطتي تفتيش روسيتين في منطقة بلغرود. توسع القوات الأوكرانية في عملياتها في كورسك لم يمنعها من تكبد الخسائر في دونيتسك شرقا، إذ أعلنت روسيا أنها سيطرت على مجموعة من البلدات والقرى في دونيتسك خلال الأسابيع الأخيرة. وفيما تواصل الولايات المتحدة والغرب مساعدة كييف بكل ما تحتاجه، يشير نائب مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية ديفيد كوهين إلى أن القوات الأوكرانية تعتزم الاحتفاظ بأراضي روسيا لبعض الوقت وأن بوتين سيخطط لهجوم معاكس. أما الغرب فقد صرح الأمين العام لحلف الناتو يانس ستولنبرغ بأن الحلف سيواصل إمداد أوكرانيا بالمعدات والذخائر التي تحتاج إليها للدفاع عن نفسها. وفي غضون ذلك صرح ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين بأن الرد الروسي على توغل أوكرانيا في كورسك حتمي، وأن إجراء محادثات لوقف إطلاق النار مع كييف لم يعد مطروحاً. ينطلق في 3 سبتمبر المقبل وعلى مدار يومين بمطار العالمين الدولي معرض مصر الدولي للطيران والفضاء في نسخته الأولى وبمشاركة 100 دولة وأكثر من 300 شركة متخصصة في الطيران والفضاء. معرض مصر الدولي للطيران والفضاء 2024 في نسخته الأولى على أرض مصر، حدث عالمي فريد في مجال الطيران والفضاء في إفريقيا والشرق الأوسط بمشاركة أكثر من 100 دولة وما يزيد عن 300 شركة وجهة من أكبر مصنعي الطيران وصناعات الفضاء حول العالم، تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة. يعرض به عدد كبير من طرازات الطائرات المختلفة، مدنية
عسكرية موجهة بساحة العرض المكشوف، وعروض جوية احترافية لنخبة من فرق الاستعراضات الجوية العالمية في جو من الإثارة والتشويق في الفترة من الثالث وحتى الخامس من سبتمبر 2024 بمطار العالمين الدولي. في إطار الاستعدادات لاستضافة مدينة العالمين الجديدة لمعرض مصر الدولي للطيران والفضاء، قدم أبطال القوات الجوية عدداً من الاستعراضات بطرازات مختلفة للطائرات وسط حضور جماهيري كبير. عروض جوية مبهرة قدمتها القوات الجوية المصرية في سماء مدينة العالمين الجديدة، وذلك بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على هامش فعاليات مهرجان العالمين الجديدة. وقدم أبطال القوات الجوية عددا من الاستعراضات بطرازات مختلفة للطائرات وسط حضور جماهيري كبير تابع والتقط الصور المختلفة لهذه العروض القوية. استعراض رائع للمهارات اللي مفيش زيها في العالم كله. انت شفت العرض كان عامل زي محمود، والدنيا كانت زحمة، الناس فرحانة بالاستعراض اللي حاصل. عرض حقيقي لمهاراتنا وقوتنا في سما العالمين، فكانت إضافة حلوة جدا جدا للمهرجان، إضافة حقيقية في آخر أيام المهرجان. أسود في الأرض ونسور في السماء شعار القوات الجوية، ولسان حال الجمهور الذي تابع العرض المبهر مبدين إعجابهم بمدى الكفاءة العالية لأبطالنا في القوات الجوية المصرية، بالإضافة لمشاهدتهم عددا من العروض المائية المتميزة في بحر مدينة العالمين الجديدة. كان عرض ممتاز بصراحة، وكمان المنظر كان حلو جدا. يعني هما مش بيأدوا، هما لوحة فنية بتترسم مع ناس فنانين بيرسموا كأنهم بيرسموا بالطيران بتاعهم، كأنهم ريشة بالنسبة لفنان بيرسم بيها، ما شاء الله. وكمان ختامها كان أحلى وأحلى، حاجة مبهرة بصراحة، وكانت كلنا كمصريين فرحانين بيها جدا جدا، وشفناها برضو مبارح في التدريبات، تحفة تحفة بصراحة. يعني عرض رائع جدا، أول مرة نشوفه بصراحة، ما حصلش قبل كده، فكان حاجة جميلة خالص، حتى الأولاد استمتعوا بيها، جميلة خالص. الحقيقة كانت تحفة بجد، مشرفة جدا لمصر، وبعيدا عن المهرجان والعالمين كلها، حاجة جميلة جدا بجد. العروض الجوية المصرية تأتي في إطار الاستعداد لمعرض مصر الدولي للطيران والفضاء المقام بمطار العالمين الدولي من الثالث وحتى الخامس من سبتمبر المقبل تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. محمود جميل، التلفزيون المصري. للمزيد مشاهدينا الكرام حول معرض مصر الدولي للطيران والفضاء في نسخته الأولى، ينضم إلينا مباشرة من مدينة العالمين الجديدة زميل محمود جميل مراسل التلفزيون المصري. محمود، بعد التحية أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق النسخة الأولى من هذا المؤتمر الدولي للطيران والفضاء في نسخته الأولى، ما الجديد وما الأجواء لديك وإضافة هذا المؤتمر الجديد؟ مصطفى، برحب بك من مدينة العالمين الجديدة، وبرحب بالسادة المشاهدين. وربما العروض الجوية المبهرة اليوم التي قدمتها القوات الجوية المصرية هي كانت عن الاستعدادات والبداية بالطبع لانطلاق هذا المعرض الدولي للطيران والفضاء الذي سيقام في مطار العالمين الدولي يوم الثالث من سبتمبر المقبل. ربما العروض التي تم تقديمها اليوم وأبهرت الجميع تدل على مدى الرسوم الجميلة التي رسمها أبطال القوات الجوية في سماء مدينة العالمين الجديدة بالطائرات من الطرازات المختلفة. والحقيقة كان في متابعة كبيرة جدا من الجمهور وزوار مدينة العالمين لهذه العروض التي تشير إلى انطلاقة قوية جدا لهذا المعرض الذي سيشارك فيه أكثر من 100 دولة، بالإضافة إلى أنه أكثر من 300 شركة متخصصة في صناعة الطيران والفضاء أيضا سيشاركون في هذا المعرض الدولي الذي يعقد لأول مرة في مصر، ويعد هو الحدث الأكبر والفريد من نوعه في الشرق الأوسط وإفريقيا. سيكون نقلة نوعية في المجال النقل الجوي كبيرة جدا بين مصر وبين الدول المشاركة في هذا المعرض، وسيقدمون أيضا أثناء فترة المعرض من الثالث وحتى الخامس من سبتمبر بعض أيضا العروض الجوية المختلفة من طرازات
الطائرات المختلفة، وبالتأكيد ستكون عروض مبهرة كما رأينا هذه العروض اليوم واللوحات الفنية التي رسمت في سماء مدينة العلمين الجديدة. والحقيقة النهاردة كان في حالة فخر واعتزاز بأبطالنا في القوات الجوية ومدى الكفاءة العالية للأبطال طبعا، والإنجازات التي يعني يحققونها سواء في الميدان أو حتى في العروض التي تكون في السماء في مدينة العلمين الجديدة. اليوم كانت هذه العروض الجوية التي يعني لاقت استحسان كبير من الزائرين المتواجدين في منطقة النورث سكوير في مدينة العلمين الجديدة، بالإضافة إلى أنه كان هناك أيضا بعض العروض المائية. لكن إذا تحدثنا عن المعرض الذي سيقام في مدينة العلمين الجديدة، فبالتأكيد سيكون هناك مشاركة كبيرة وتعاون كبير بين مصر والدول المشاركة، وهو نقلة نوعية في مجال الطيران والفضاء، وأيضا نقل الخبرات المختلفة سواء الخبرات الثقيلة والخبرات الكبيرة لدى مصر في هذا المجال، والتعاون الكبير والموجود بين وزارة الطيران المدني والقوات الجوية المصرية وأيضا الشركات التي ستكون موجودة. ومدينة العلمين الجديدة الحقيقة أصبحت وجهة سياحية وأصبحت وجهة عالمية لاستضافة العديد من الأحداث، سواء كانت كنا نتحدث عن بعض الفعاليات والأحداث الرياضية التي كانت موجودة، أو حتى هذه الحداث والحدث الكبير الخاص بمعرض مصر للطيران والفضاء الدولي. فهذا حدث كبير سيكون به عدد كبير من الدول، فإذا أصبحت مدينة العلمين الجديدة قادرة على استضافة العديد من الأحداث، استضافة العديد من الوفود الدولية المختلفة التي تشارك في عدد كبير من الأحداث، والتي تروج أيضا لمدينة العلمين الجديدة وتضع مدينة العلمين على خارطة أو خريطة المدن السياحية الكبيرة. وبالتأكيد هذا المعرض سنرى فيه بعض الاستعراضات الجوية المهمة، بعض التعاون المختلف والمشترك ما بين مصر والدول المشاركة، فبالتأكيد ستكون انطلاقة مختلفة وانطلاقة قوية، لأنه لأول مرة يكون موجود في مصر وحدث فريد من نوعه في الشرق الأوسط وإفريقيا، بالإضافة بالطبع إلى يعني حالة الانبساط اللي كانت موجودة النهاردة بين الجمهور وبين زوار مدينة العلمين فيما يتعلق بالعروض الجوية اللي قدمها نسور القوات الجوية في سماء مدينة العلمين الجديدة. بالطبع محمود، سنتابع في توقيت عرض هذا المؤتمر ما يدور على أرض العلمين الجديدة، خاصة أن هذا الملتقى والمؤتمر ينطلق في نسخته الأولى تزامنا مع النسخة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة. سنتابع معك لحظة بلحظة محمود، كل الشكر والتقدير لك، وأرجو أن يستمتع الجميع بهذا المؤتمر. شكرا لك محمود. وصلنا معكم مشاهدينا الكرام إلى أولى جولاتنا في نشرة التاسعة أخبار المال والأعمال في هذه النشرة. وقفتنا الأولى مع زميلتي فاطمة خليل، إليك يا فاطمة. شكرا حكمة عبد الحميد، شكرا مصطفى ميزار، وأهلا بكم مشاهدينا وجولة اقتصادية جديدة. أكد وزير التموين والتجارة الداخلية شريف فاروق أنه يتابع تنفيذ أكبر مشروع لإنشاء منطقة لوجستية تجارية بمحافظة الدقهلية على مساحة 52 فدانا باستثمارات تصل إلى 4 مليارات جنيه وتوفر 20 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. وأجرى وفد جهاز تنمية التجارة الداخلية زيارة إلى محافظة الدقهلية لمتابعة تنفيذ المنطقة اللوجستية استعدادا لافتتاح المرحلة الأولى خلال شهر مارس 2025. إلى سوق المال، حيث أنهت البورصة المصرية تعاملاتها نهاية جلسات الأسبوع بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثالثة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع وسط تداولات بلغت نحو 6 مليارات و600 مليون جنيه، وربح رأس المال السوقي 28 مليار جنيه عند مستوى تريليونين و103 مليارات جنيه. وعلى صعيد المؤشرات، ارتفع مؤشر إي جي إكس 30 بنسبة 21% ليغلق عند مستوى 30,774 نقطة.
كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX 70 متساوي الأوزان بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 7076 نقطة. وصعد مؤشر EGX 100 متساوي الأوزان بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 10148 نقطة. في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط ارتفاعا طفيفا خلال التعاملات بعد تراجعها على مدار جلستين، حيث عادت المخاوف المتعلقة بالإمدادات في ليبيا إلى الواجهة، كما ساهم الانخفاض الأقل من المتوقع من مخزونات الخام الأمريكي في تراجع التوقعات بشأن الطلب، حيث ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.3% ليصل إلى 78.78 دولار للبرميل. كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.2% ليصل إلى 74.72 دولار للبرميل. وارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 0.85% لتصل إلى 2.31 دولار للتر. وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 0.41% لتسجل نحو 2.68 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أكد الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول أوبك جمال اللغاني أنه من المتوقع استحواذ قطاع النفط والغاز الطبيعي على حصة قيمتها 53.7% من مزيج الطاقة العالمي بحلول عام 2045، داعيا لضخ استثمارات جديدة في مشروعات الوقود الأحفوري لضمان الحصول على طاقة موثوقة وبأسعار معقولة في المستقبل. بمناسبة إصدار الأمانة العامة للمنظمة التقرير الربع السنوي الثاني للعام 2024 ضمن متابعتها الدورية للمستجدات العالمية والتطورات في المؤشرات الرئيسية للسوق البترولية والمتمثلة في الطلب والعرض وحركة المخزونات والأسعار والعوامل المؤثرة عليها وحركة التجارة النفطية وغيرها. يعقد منتدى الطاقة في برلين دورته القادمة الاثنين المقبل تحت عنوان سعي ألمانيا نحو الهيدروجين الأخضر من أوكرانيا إلى بريطانيا والعودة، يهدف إلى تقديم رؤى وحلول لتعزيز قطاع الطاقة الألمانية بما يتوافق مع الحاجة إلى تجاوز القيود التي تفرضها الأحوال الجوية على توليد الطاقة من المصادر المتجددة وتعزيز التعاون الدولي في مجال الطاقة المستدامة. ويعد المنتدى فرصة هامة لمناقشة مستقبل الطاقة في ألمانيا، وسيركز على الدور المستقبلي للهيدروجين في مزيج الطاقة الألمانية. مشاهدينا، نهاية هذه الجولة الاقتصادية، عودة مرة أخرى لحكمة مصطفى لاستكمال ما تبقى من التاسعة. شكرا لك فاطمة. تشتهر مدينة دراو بمحافظة أسوان بوجود سوق الجمال فيها، والذي يعد واحدا من أشهر الأسواق بجنوب مصر. يشهد سوق دراو زخما خاصا بتوافد التجار من كافة محافظات مصر وخاصة محافظات الصعيد، كما يعد السوق الأكبر بالمحافظة لاستقبال الإبل القادمة من دولة السودان. لا تتميز محافظة أسوان بسحر الشرق وعظمة المعابد والأماكن الأثرية، وإنما أضاف لها سوق الجمال بمركز دراو بعدا خاصا باعتبار أحد العلامات البارزة والمميزة في المحافظة، حيث يتوافد التجار من شتى أنحاء الجمهورية خلال يومي السبت والأحد من كل أسبوع، ويستقبل السوق أعدادا هائلة من الجمال من مختلف الأنواع. بيستقبل الجمال من السودان إلى محافظة أسوان، وبنتجمع في سوق دراو هنا نبيع ونشتري فيها لجميع البشر. السوق عندنا هنا السبت والأحد، والجمال بتاجي من أبو سمبل، بيستلموها في أبو سمبل وبتنزل دراو، تاجي الخميس هنا بتتوزع على الوكلاء. موطن هذه الجمال الأصلي هو السودان، تسافر إلى مصر عبر منفذ أرقين ويتم فحصها عبر الحجر البيطري بمدينة أبو سمبل، ثم تباع في سوق السبت والأحد الأسبوعي بمدينة دراو. كانت الجمال منذ زمن بعيد تقطع مسافات كبيرة سيرا على الأقدام لتصل إلى السودان إلى مصر، ولكن مع مرور الوقت وتطور وسائل النقل وتعدد المعابر تغير الحال، وتأتي الجمال من خلال معبرين بجنوب مصر، الأول من خلال المعبر الشرقي من خلال مدينة شلاتين، والثاني المعبر الغربي من خلال مدينة أبو سمبل السياحية. الجمال كانت تاجينا عن طريق السودان شرقا وغربا بالبر،
دلكيتي بقت محجر في ابو سمبل ومحجر في الشلتين، بقت تاجع اواخر البهايم على دراوة، وسوقها زي ما شايفين فضل البهايم عشان بقت تاجع من برا برا بتطلع على مصر. تم العمل في سوق الجمال بنجع الغابة في مركز دراو مطلع السبعينيات من القرن الماضي لتصير تجارة الجمال من المهن التي يتوارثها الأجداد والآباء، ويحرص التجار على توريثها لأبنائهم من بعدهم. أما الآن وقفتنا الرياضية بنشرة التاسعة. أخبار رياضة في نشرتها نعود فيها من جديد واستعراضها مع فاطمة خلي. شكرا مصطفى، شكرا حكمة، أهلا بكم مشاهدينا وجولة رياضية جديدة. حرص وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي على الاطمئنان على البعثة المصرية المشاركة في منافسات دورة الألعاب البارلمبية باريس 2024 والتي تقام في الفترة من 28 من أغسطس الجاري وحتى 8 من سبتمبر المقبل. ووجه وزير الشباب والرياضة بضرورة تهيئة الظروف المناسبة للبعثة البارلمبية المصرية بهدف ضمان حصولهم على كافة الاحتياجات المعيشية والتجهيزات الفنية التي تمكنهم من التركيز على التدريبات والمنافسات دون أي عوائق. جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه وزير الشباب والرياضة مع رئيس اللجنة البارلمبية المصرية حسام الدين مصطفى للاطمئنان على البعثة ومدى استعداداتهم للمنافسات، مؤكدا على الدعم والمساندة لجميع الأبطال في مختلف الألعاب المشاركة وتذليل أي عقبات قد تواجههم خلال وجودهم في باريس. عقد رئيس النادي الأهلي المشرف العام على الكرة الكابتن محمود الخطيب اجتماعا مطولا مع لجنة التخطيط برئاسة الكابتن مختار مختار وعضوية الكابتن زكريا ناصف والكابتن محمد رمضان. وأكد النادي الأهلي أن الاجتماع شهد مناقشة العديد من الملفات الخاصة بقطاع الكرة بشأن بعض الأمور الطارئة سواء كانت إدارية أو فنية. وخلال الاجتماع تم التأكيد على العمل لتوفير كل العوامل المساعدة للقائم بأعمال مدير الكرة في مهمته، وكذا احتياجات الفريق الفنية والإدارية بالتنسيق مع مارسيل كولر المدير الفني. تسلم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم فريق النصر السعودي الحالي جائزة الهداف التاريخي لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وحرص الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على منح كريستيانو رونالدو جائزة خاصة باعتباره أفضل هداف في تاريخ بطولة دوري أبطال أوروبا بعدما سجل لاعب ريال مدريد ومانشستر يونايتد ويوفنتوس السابق 140 هدفا خلال 183 مباراة لعبها في المسابقة. جاء ذلك خلال مراسم قرعة الدور الأول لبطولة دوري أبطال أوروبا التي أقيمت في موناكو بمشاركة 36 فريقا لأول مرة في تاريخ المسابقة. أكد رئيس الاتحاد المصري لتنس الطاولة معتز عاشور أن الاتحاد جاهز لاستضافة بطولة الأندية العربية خلال الفترة من 2 وحتى 7 من سبتمبر المقبل داخل مجمع صالة الدكتور حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر. أوضح عاشور أن مصر لها باع كبير في تنظيم كافة الأحداث على كافة المستويات سواء العربية أو القارية أو العالمية، مشيدا بالبنية التحتية والمنشآت الرياضية التي تساعد الاتحادات على تنظيم تلك الأحداث بنجاح. وأكد عاشور أن وجود 6 أندية مصرية في البطولة فرصة عظيمة لزيادة الخبرات التي تصب في النهاية في مصلحة المنتخب القومي الذي يشهد تألقا كبيرا في الفترة الماضية وخاصة على الصعيد القاري. مشاهدينا نهاية هذه الجولة الرياضية، عودة مرة أخرى لمصطفى وحكمة لاستكمال ما تبقى من التسعة. شكرا لك فاطمة. ضرب إعصار شانشان جنوب غربي اليابان. أوضحت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية أن الإعصار وصل إلى اليابسة صباح اليوم يتحرك نحو الشمال بسرعة 15 كيلو متر في الساعة الواحدة. ومن المتوقع أن تتشكل خلال الساعات المقبلة حتى يوم غد الجمعة سحب من الأمطار الغزيرة على منطقتي كيوشو وشيكوكو، كما صدرت تحذيرات من وقوع انهيارات أرضية في أجزاء متفرقة في البلاد.
ومن طقس اليابان إلى طقس جمهورية مصر العربية، وللمرة الثالثة والأخيرة وأحوال الطقس. أحوال الطقس ودرجة الحرارة مشاهدينا الكرام نعود فيها وتستعرض لنا فاطمة. شكرا مصطفى، شكرا حكمة، وأهلا بكم مشاهدينا وجولة أخيرة مع أحوال الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، فيما يسود ليلا طقس مائل للحرارة رطب على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية، وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على معظم محافظات الجمهورية، والبداية دائما من القاهرة العظمى 34، الصغرى 26، الإسكندرية 33، 24، مطروح 31، 23، بورسعيد 31، 27، الإسماعيلية 36، 25، وجوها حار. بالنسبة للسويس 35، 26، العريش 32، 23، طابة 34، 25، شرم الشيخ 39، 28، الغردقة 37، 28، وجوها شديد الحرارة. بالنسبة للأقصر 43، 30، أسوان 44، 31، الوادي الجديد 42، 25، حلايب 34، 31، شلاتين 38، 30، وجوها حار. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. مشاهدينا نبقى الآن مع لقطة اليوم. بهذا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا مع حضراتكم إلى نهاية أخبار التاسعة من على شاشة التلفزيون المصري، ولم يتبقى سوى التذكير بأهم العناوين. الرئيس السيسي يطلع على أداء القطاع المصرفي والسياسات النقدية للدولة ويوجب مواصلة العمل على توفير مستلزمات الإنتاج. العدوان في شمال الضفة الغربية تواصل في يوم الثاني بمداهمات واستهدافات واسعة النطاق، والصين تحث إسرائيل على عدم التصعيد وضبط النفس. بعد ظهور إصابات مؤكدة، الصحة العالمية تتحدث عن تعهدات إسرائيلية بهدن إنسانية مختلفة في قطاع غزة للتطعيم ضد شلل الأطفال. وبالتذكرة تنتهي نشرة التاسعة. شكرا لطيب المتابعة مشاهدينا الكرام، ودمتم في أمان الله. إلى اللقاء.